وأكد رئيس الوزراء على دور مصر المحوري في التعامل مع هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، ويقدر العالم كله الدور الكبير الذي تقوم به مصر في هذا الشأن، مضيفاً أن مصر لن تتأخر أبداً وسوف تستمر هذه المساعدات لأهالينا في غزة حتى تنتهي الأزمة. أنا عايز بس أكد إن مصر ودورها الكبير والمحوري بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الأزمة العالمية الغير مسبوقة واضح تماما، والعالم كله بيقدر هذا الدور الكبير جدا اللي مصر بتلعبه النهاردة في هذا الشأن، وإن شاء الله بإذن الله إحنا لن نتأخر أبدا، وحتستمر هذه المساعدات على مدار اليوم والساعة لأهالينا الحقيقة في قطاع غزة. ده بالإضافة إلى إن إحنا النهاردة الحمد لله برضو بنستقبل بصورة منتظمة الجرحى واللي بيحتاجوا لأي تدخلات طبية النهاردة بقدر الإمكان طبقا للظروف وما ما تسمح به بإن هم يدخلوا، وبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا أيضا ندخل كل المستلزمات الطبية اللي هم عايزينها. الموضوع الحقيقة طبعا على قدر عظم المشكلة والتحدي على قدر أيضا وقوف مصر فيه، والدولة المصرية قيادة وحكومة وشعب الحقيقة كلها بتقف مع أهالينا في قطاع غزة. وأعتقد مرة أخرى يعني التحدي الكبير اللي موجود النهاردة، وأنا معلش هقول الكلمة، المعايير المزدوجة اللي بتنظر بيها المشاكل والتحديات الإنسانية في التعامل في الأزمات بيؤكد إن إحنا لازم نبقى كلنا فاهمين أبعاد القضية العالمية وإزاي العالم كله بينظر النهاردة لهذه المشكلة والرؤى للتعامل معها.